ولمناقشة أبرز التطورات على الساحة الشرق أوسطية ينضم إلينا الصحفي سردار جوهري. صباح الخير سردار. صباح الخير إسماعيل لك ولجميع السادة المشاهدين. سردار، هل حقا يؤدي اغتيال إسماعيل هنية إلى حرب إقليمية في المنطقة؟ نعم، لا أعتقد أن هناك حرب إقليمية قادمة بمعنى حرب إقليمية واسعة على خلفية مقتل إسماعيل هنية مؤخرا، لكن بتأكيد هناك تصعيد كبير إسماعيل، سواء طبعا يمهد له الإعلام التابع لإيران ولإسرائيل وربما لحزب الله. بالتأكيد ربما يكون هناك تصعيد في الفترة المقبلة، إيران ربما سترد هذه المرة. لا أحد يعلم إسماعيل حتى الآن ما هو حجم الرد الإيراني حقيقة أو مستوى الرد الإيراني، لكن ربما يكون بالتنسيق مع طبعا القوى الموالية لها، وهنا نتحدث عن حزب الله اللبناني، وهو أيضا يقول أنه سينتقم لأحد القادة الرئيسيين له مؤخرا، وهو فؤاد شكر الذي اغتيل في الضاحية الجنوبية لبيروت. إذن أعتقد أن التصعيد قادم من جانب الحوثيين، من جانب حزب الله، الفصائل الموجودة في العراق وكلها موالية لإيران. أعتقد أن كما قلت لك إسماعيل أن منطقة الشرق الأوسط هي مقبلة على فترة من التصعيد. مستوى وحجم التصعيد أعتقد أنه لن يخرج عن المألوف أو ما ربما تخطط له الأطراف، وخاصة هنا نتحدث عن إيران، لكن بالمجمل لا أعتقد أنها ستؤدي إلى حرب إقليمية شاملة الجميع في غنى عنها. يعني لا الولايات المتحدة الأمريكية التي الآن تبرز عضلاتها وتقول أنها أرسلت معدات وأسلحة كبيرة في محاولة لمساعدة إسرائيل على التصدي لهجمات إيران، وطبعا هي تقول أنها مجبرة أو أنها ملتزمة بالدفاع عن شركتها إسرائيل وأيضا دول غربية أخرى. التصعيد يبدو أنه يعني لا محالة موجود. إيران تقول أنها سترد على مقتل هنية الذي اغتيل على الأراضي الإيرانية، لكن كما قلت لك حتى إيران لا تريد مزيد من التصعيد، هي ليست في وارد مزيد من التصعيد، هي لا حتى لا تملك القوى الكبيرة التي يمكنها مواجهة جزء بسيط من القدرات الإيرانية والأمريكية إسماعيل. طيب سردار، يعني أفهم من كلامك أن المنطقة ذاهبة نحو جولة من التصعيد يمكن حصرها بعبارتين، قاسية ومدروسة حسب تصريحات يعني المحور الإيراني. لو انتقلنا إلى موضوع يعني أيضا في هذه الجزئية سردار، من خلال سياسة الاغتيالات، اغتيال مدير رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية وأيضا القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر، هل قررت إسرائيل فعلا جر إيران إلى حرب شاملة؟ يعني أنا ربما أنظر إلى الموضوع من زاوية أخرى، أنه يعني حتى إسرائيل لا هي لا تريد التصعيد مع إيران، إسماعيل هي تريد أن توجع إيران، هي بالفعل تريد أن توجع إيران، هي بالفعل تريد أن تظهر إيران بمظهر الضعيف الذي لا يقوى على الرد على إسرائيل. وبالتأكيد إسرائيل تحاول أن ترسم لنفسها هالة من القوى الكبيرة التي لا يمكن لأحد أن يتجرأ أحد عليها أو يتطاول عليها، وهو ما دفعها حقيقة خلال الأشهر العشر الماضية لطبعا تدمير مناطق كبيرة في غزة بعد هجوم السابع من أكتوبر، رغم الدعوات المنادية بالتهدئة من داخل إسرائيل وحتى من شركائها الداعمين الولايات المتحدة الأمريكية، هي حتى الآن مصرة على التصعيد في المنطقة. أعتقد وهو ليس موضوعنا موضوع السؤال أن الجميع خسر في حرب غزة، ربما حماس أقدمت على مقامرة كبيرة ليس لا في صالحها ولا في صالح الشعب الفلسطيني. إسرائيل أيضا ارتكبت الكثير من يعني الأعمال التي ربما قال عنها المجتمع الدولي أنها قد ترقى إلى جرائم حرب، قتلت عشرات الآلاف حتى الآن، يعني الجميع في وارد الخسارة، لا أحد منتصر في هذه الحرب. وأنت ذكرت أن إسرائيل تحاول أن تحرج إيران وتضعها في زاوية ضيقة، بالفعل هذا ما تريده إسرائيل، لكن حكومة الحرب وحكومة نتنياهو حتى الآن أيضا هي في وضع صعب داخليا وخارجيا. طيب سردار، يعني إلى زيارة وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في إيران، عن ماذا يبحث
الصفدي في هناك. نعم اسماعيل، نحن نعلم طبعا ان الرد الايراني طبعا وقت عندما استهدفت إيران طبعا المصالح الإسرائيلية، أو طبعا عندما انتهكت الأجواء الأردنية في محاولة لاستهداف إسرائيل برشقات كبيرة من الصواريخ. نتذكر حينها وقتها أن طبعا الأردن قام بإسقاط بعض تلك الصواريخ التي اخترقت أجواءها، وربما هذا يكون من حقها. وقتها هددت إيران بأنها ربما سيكون الأردن هو الهدف التالي لها، وأعتقد أن هذا ليس من الإنصاف أو العدالة. فأردن الأردن يحاول أن يكون يظهر نفسه يعني ينأى بنفسه عن جميع هذه الصراعات التي يقول أنه لا ناقة ولا جمل له فيها، رغم أنه دولة أساسية في منطقة الشرق الأوسط، لكنه غير معني بالتصعيد، وهو طبعا يرفض أن تكون الأجواء الأردنية سواء من جانب إسرائيل أو أمريكا أو حتى إيران طرفا في هذا الصراع. أعتقد أن هذا هو المحور الأول الذي حمله وزير الخارجية الأردني إلى إيران. المحور الثاني أعتقد أنه كان حمل رسالة وساطة ربما لتهدئة التوتر الحاصل حاليا في منطقة الشرق الأوسط، ربما يكون وسيطا من قبل، لا أريد أن أقول إسرائيل، من قبل حليفها الولايات المتحدة الأمريكية، علهم يستطيعون تحجيم هذا التصعيد الحاصل في المنطقة، علهم يعني يقودون إلى تهدئة ربما. لكن إيران تبدو أنها حاليا أنها سترد، وسيكون هناك جولة من التصعيد في الشرق الأوسط، وما تروج له الولايات المتحدة الأمريكية حاليا من معدات عسكرية أعتقد أنه يندرج في نوع، هناك نوع من التضخيم الإعلامي ربما هدفه ربما إخافة إيران. لكن في المجمل أعتقد المرحلة مقبلة على تصعيد، هناك هجمات، لكن أنت كما قلت إسماعيل هي هجمات ستكون مدروسة ولن تخرج عن الحدود المرسومة لها. طيب سردار، يعني في هذه الجزئية التي ذكرتها التحشيد العسكري، أولا يعني هناك جهود دبلوماسية وأيضا يقابلها بتحشيد عسكري أمريكي في المنطقة، برأيكم في أي إطار يأتي هذا التحشيد؟ يعني البعض يقول بأنه لمنع التصعيد والحد من رد المحور الإيراني. بالتأكيد هو يعني التحشيد العسكري سواء من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، هي تقول أنها معنية بالدفاع عن إسرائيل وملتزمة تمام الالتزام بالدفاع عن إسرائيل، هي تحرك مدمراتها إلى المنطقة، تتحدث عن أيضا استخدام جنود أمريكيين إلى المنطقة، خبرات كبيرة حتى يتمكن مثل المرة الماضية من مساعدة إسرائيل حليفتها في التصدي للغارات أو لأي هجمات إيرانية محتملة وهي مرتقبة. هي هناك هدوء وهناك حذر وهناك ترقب في كل من إيران وفي المنطقة عموما وفي إسرائيل، وهناك طبعا دول عدة دعت رعاياها إلى الخروج من لبنان، هناك إلغاء رحلات إلى لبنان وإلى مناطق أخرى. المرحلة مقبلة على تصعيد، هدف الولايات المتحدة الأمريكية بالتأكيد الأول هو ربما تهدئة إيران، هو ربما محاولة إخافة إيران، جعلها تخشى من يعني توجيه ضربات قوية إلى إسرائيل، خاصة أن هذا التحشيد العسكري الأمريكي يتزامن مع التحشيد الإعلامي في إيران بأنها ستقوم به طبعا بالرد على إسرائيل من داخل إسرائيل. وأنا باعتقادي أن الرد سيأتي مركبا، يعني أنا من وجهة نظري سيكون مركبا، ربما سيكون متزامنا بهجمات من حزب الله، من الحوثيين، ومن الجميع الفصائل التابعة لإيران. الصحفي سردار جوهري، جزيل الشكر على كل هذه الآراء والتحليلات.